أنا بعتقد كل حدا فينا في نسبة متنمر. لا شك. لأنه في اليوم أنا بعرف إني أنا متنمرة مثلاً. أول شيء خليني أرجع لك نقطة، إنه التنمر هو مصطلح هلأ بلش يطلع العالم تسمعه مؤخراً وهيك، بس هو كفعل هو موجود من زمان كتير، هو أصلاً مترسخ حتى إذا بدك بشكل أو بآخر مترسخ بالأمثال الشعبية اللي تناقلناها نحن. قديش نحن بنعرف أمثال شعبية وورتونا إياها أهلينا وأجدادنا على أساس أنه هي نتاج ثقافي مهم جداً، ولكن هي تحمل بطياتها الكثير من الكراهية والتمييز والطبقية والمناطقية و هي كلها عززت أصلاً التنمر وخلتنا أنه نحن شيء رديانين على عليه علي. فمن الصعب جداً أن نشوف واحد يقول أنه أنا ماني متنمر إطلاقاً، كلنا في شيء جواتنا هذا انزرع، بس نحن شلون بدنا نكون عم ننتبه عليه ونشذبه ونأدبه لهذا الأكيد، لأنه هذا يعني بالنهاية الإنسان بحاجة أنه هو يزبط هاي القصص كلها اللي جواته. شو ممكن يكون الرد الأنسب عن المتنمرين؟ الرد الأنسب هو أنه ما تصير بالأساس، أنت اليوم لازم يكون في عملية منع لنشر هيك منشورات، وهذا كمان جزء منه الدولة عم تحقق، يعني المفروض يكون كمان عم تأخذ دور أكبر بهذا الاتجاه، كيف أنه تمنع الصفحات اللي هي أو الجروبات اللي هي عم تحاول تجيب أشخاص وتنزل صورهم كرمال تحولهم لترندات وهذا، وكيف كمان بدأت تجبر أصحابه، خصوصي هلا القصص كرمال عم تصير أكبر وأوسع وعم يصير صعب ضبطه. قبل ما أفكر بالشخص اللي كتب التعليق بدي أفكر بالشخص اللي صار عنده هذا التعليق وخلاه، يعني هو أصلاً أشخاص متنفعين من التعليقات من التعليقات، يعني هن بينبسطوا لأنه عم يجيبهم عم يجيب لهم ريتش أكبر وصول أعلى، وهن مبسوطين بالحالة بغض النظر عن نوع التعليقات ما بهم، بغض النظر عن الأذى النفسي اللي عم تترك هاي التعليقات أو حتى الشرخ المجتمعي اللي عم تخلقه. إحنا اليوم الموضوع التنمر لهلا كثير جهات كثير أشخاص لساتها عم تشوفه بشكل كثير ضيق اللي هو إنه فردي، ولكن هو أكبر من هيك بكثير. نحن اليوم عم يخلق يعني في شرخ مجتمعي عم ينخلق بكل كومنت عم أو تعليق عم ينكتب عم يكون فيه كراهية وعم يكون فيه تنمر، عم نشوف حتى في تقسيمات واضحة للأشخاص عم تصير بهي التعليقات، فهذا كله شروخ مجتمعية بتأثر على المجتمعات. طب اليوم هيك شو أهم النصائح اللي ممكن تعطيها الناس اللي بتعرض للتنمر أو بتشهد عليه؟ اللي بتشهد عليه على فكرة لسه أشخاص هن كمان لهم دور كتير مهم، يعني إحنا من لهم هيك اليوم الأشخاص الدراسات بتقسم الأشخاص لأربع أنواع بما يتعلق بالتنمر: متنمر، متنمر عليه، الشيء بيقولوا له البايستاندر والأبستاندر. البايستاندر هو الشخص اللي بيشوف عملية التنمر وما بيعمل ولا شيء، بيكون هو يعني مشاهد سلبي، والأبستاندر اللي هو بيكون المشاهد الإيجابي اللي بيكون عم يحاول يعمل شيء، واللي نحن بنعتبر حالنا كبعبع عم نحاول نحول الأشخاص اللي عم تتابعنا وكذا لأشخاص المشاهدين إيجابيين أو بياخدوا فعل إيجابي ويتشوفوا التنمر. فنصيحتي إنه لكل العالم بصراحة، أول شيء إنها تصير تقول إنه هذا تنمر، يعني ما تخجل، يعني ايه تقول انه هذا تنمر، تقوله مسحة مثلا، ايه ما او عادي وخلص، يعني خلص نخاف من الاشخاص اللي هي انه بدها اذا قلنا لها انه هذا تنمر انه هي مثلا تزعل مننا او تقول عننا اشخاص مالنا مهضومين او مالنا كثير كول، او يعني انه انتم ما بتقبلوا المزح. ايه اوكي هذا مو مزح اول شيء، وبنصحهم كمان يقروا عن نظريه البعبع لمعرفه الفرق بين المزح والتنمر، لانه شغله كثير مهمه انه بتصير بتعرف الاشخاص الفرق بين انه شو يعني مزح وشو يعني تنمر، وهذا الشيء كمان بيساعدهم بالحجه وقت هدن بدهم يقولوا ليش هذا تنمر.